أصالون سياسي، أنا عمر الشيخ إبراهيم، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة والخاصة، حيث تمر الذكرى 9 للثورة السورية وقد تركت خلفها ما تركته من الآمال والآلام والخيبات والانكسارات ومن مرارة الواقع وطموحات المستقبل. ثورة قامت من أجل الحرية والكرامة، اختصرها العالم اليوم بمأساة إنسانية وقضية لاجئين ومساعدات. هي ثورة شباب، هكذا تم وصفها، فقد كانوا شعلتها ووقودها، ولكن أين هم اليوم من ثورتهم؟ وكيف يرونها بعد كل هذه السنوات؟ الثورة بعيون الشباب ستكون محور صالوننا السياسي لهذه الليلة. تحيا سوريا حتى! في دمشق وقبل 9 سنوات كانت الشرارة الأولى لثورة كانت لكل السوريين، فتآمر عليها أصحاب المصالح من دول وأنظمة وتشكيلات محاولين وأدها. 9 سنوات تمر على السوريين ثقيلة، يستذكرون خلالها مراحل ثورتهم من المظاهرات السلمية التي تزينها الورود والأعلام وتنشد في تجمعاتها الأهازيج، إلى حصار لأكثر من 4 ملايين سوري شمال البلاد. كثير من السوريين يحيون اليوم الذكرى 9 لثورتهم، في حين يتساءل آخرون عن ما تبقى من الثورة بعد الأداء السيء للمعارضة السياسية وسيطرة القوى العسكرية على المشهد، محاولة تغييب الحراك الثوري وحرف الثورة عن أهدافها في ظل انحسار الجغرافيا لصالح النظام على الأرض خلال السنوات الأخيرة باتجاه مدن كانت تحمل في صورها رمزية للثورة. رغم كل تلك الانكسارات يقول السوريون إن الثورة مستمرة، فحين انطلقت قبل 9 سنوات كان النظام وأفرعه الأمنية قبضة متحكمة في البلاد، وما سيطرته على الأرض اليوم إلا رهن وجود عدة الحرب وآلة الموت والتي استمدها النظام من حلفائه الروس والإيرانيين. أما الثورة فهي الصوت الذي أطلقته حناجر الثوار، فالحرية تنتزع انتزاعا بيد الثائر لا بيد غيره. ثورتنا هذيك أشفى، سوريا ظلي واقفة رغم الجروح النازفة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الكاتبة الصحفية ديما السيد وبالإعلامية راما العبوش، كما أرحب بضيفي الناشط الصحفي يوسف البستاني، وينضم إلينا عبر السكايب السيد محمد ولي، ناشط في الحراك الثوري. أهلا بكم ضيوفي ومشاهدي الكرام. راما، اليوم الذكرى 9 على الثورة السورية، أنت كشابة كيف تشوفي هذه الثورة اليوم؟ اليوم كنت عم فكر بنفس الموضوع، انه لما بلشت الثوره السوريه كان عمري 25 سنه، يعني اللي كان بعمري كان لسه مبلش، هلا عم من الصبايا، هلا مبلشه عم تشوف حياتها، عم تضبط امورها، بتاسس لمستقبلها. انا عشت 9 سنين، ما بدي اقول كاملين، لغايه مثلا 2016 عشت نازحه، عشت مشرده من مكان لمكان، القصف ملحقني بكل مكان. أهم شيء في الحصار اللي عشته داخل مدينة دير الزور، لما كانت وجود تنظيم داعش، كنت مقيمة بمناطق النظام، فهذا الحصار اللي كان مطبخ من قبل النظام وتنظيم داعش بنفس الوقت. تكلمي عن دير الزور مثلا؟ عن دير الزور. إلى الآن ماني قدراني أطلع منه، يعني الوجع اللي حسيته فيه والفقد الكتير كبير اللي حسيته بهذيك الفترة، رغم أنا عشت تقريبا 4 أشهر فقط من هذا الحصار وطلعت خارج دير الزور، لكن وجعه للآن عايش معي. ما فيني اتخيل اني ممكن انسى هذيك اللحظات يلي حسيتها بعدين عند اهل الغوطه لما عاشوا الحصار، حسيتها عند اي منطقه اتحاصرت ومرت بهذا الظرف الصعب. يوسف، انت من الغوطه فتحت لنا راما باب التساؤل، شو اللي يعلق بذهنك خلال 9 سنوات لما تمر عليك اليوم الذكرى هاي؟ صراحه يعني وقت اتذكر الغوطه واللي صار وجوبر ودمشق، سيل من الذكريات يعني هي لا تنتهي، يعني بدءا من لحظات عشتها وانا كنت يعني في لحظات انا للان ما بنساها. هي لحظات، هو يوم يعني كانت فرحه بالنسبه لي، هي يوم كان سقوط نظام الاسد وقت حدثت معركه بدمشق، معركه حي الميدان الدمشقي، انا كنت موجود في دمشق في وسط دمشق. فالى يعني الى اليوم انا ما بنسى هذاك اليوم،
يعني يعني شفت مشاهدات بعيني كيف انهارت الأذرع الأمنية للنظام. هي مشاهد كانت تبقى الأصل عن المشاهد اللي شفناها بتونس بمصر، لحظات الأولى لسقوط النظام، سيارات أمنية مفتوحة الأبواب، عساكر شبيحة شالحين أواعيهم بقلب السيارة. هذا الكلام عم بحكيك أنا بجسر الرئيس، يعني أنت بوسط العاصمة دمشق، شرط المرور شالح ثيابه تبعت المرور والخوذة وضعهم على الموتور وهربان. فتخيل أنت أمام هيك مشهد استمر 6 ساعات أو 7 ساعات. أنا يعني كنت واقف قلت خلاص هي الليلة أو اللي بعدها نحن انتصرنا يعني. طبعا ما بعرف شو صار بعدها، قدر النظام يتماسك، عشت الحصار الكيماوي. هذا الكيماوي لحاله أنا بعتبر يعني خذلنا العالم. قبل ما أروح اليوم، كيف تشوف الثورة أنت اليوم؟ يعني هل ما زالت هي الثورة التي في بالك، التي كنت تراها، التي كنت تطمح لها؟ بالتأكيد يعني نحن اليوم دفنا الكثير من الشهداء، أصدقائنا اللي استشهدوا يعني أمام هذا النظام، إن كانوا في الأشهر الأولى، إن كانوا في القصف بعد ذلك، إن كان بالحصار، إن كان في المعارك، الدفاع الشعب السوري عن 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 مناطقه ومدنه. هدول الكم الهائل المشهداء هن بنعتبرهم نحن يعني الدافع المستمر لأن للثورة. رغم أنه حاولت كتير أطراف تشوه الثورة، في أطراف ركبت على الثورة، متسلقين، خواني، عملاء، في كتير ناس ادعت الثورة وانت كنت شاهد، وكتير ناس على كتير منهم وبعد مثلا 6 أو 7 سنوات أعادوا عودتهم إلى النظام، أو كان لهم سلوك مريب صراحة، أو صار يدعو في منه قلب، صار يدعو لمصالحة نظام الأسد. كيف أنت ثائر؟ رح أجي لهذه الظواهر اللي طرأت خلال هذه السنوات. بس انضمت إلينا هلا الزميلة الصحفية يقين بيدو من إدلب. يقين مساء الخير. مساء النور يا هلا. يقين أنت بالداخل وقريبة من نبض الناس، من نبض الشارع، كيف استقبلوا الناس اليوم ذكرى الثورة؟ يعني شو اليوم شو الإحساس اللي بيخالط الناس بهاي الثورة؟ هلا بصراحة يعني هو شعور مختلط، يعني هو مزيج من المشاعر، سواء كانت مشاعر بتعبر عن الألم، بتعبر عن الصمود، بتعبر عن جبروت الشعب السوري اللي هو من 9 سنين لحد الآن عم بيعاني، خاصة بآخر سنتين خلينا نقول، أو بآخر 3 سنوات ما بعد التهجير اللي صار من شتى المحافظات السورية. كان عنا ألم كبير، بس بنفس الوقت كان في أمل كبير. يعني رغم أنه كانت المساحة الجغرافية عم بتضيق علينا، لكن اليوم كان في ناس عم بتقول في ذكرى ثورة. رغم كل الألم الموجود كان في خلق عم تحتفل، كان في ناس عن جد أنه وقت اللي عم تذكر أنه اليوم هو ذكرى انطلاق ثورة سورية، في ناس عم تبكي. هذا ما مبالغ فيه أبدا، لكن أي شخص ثوري عن طروح الثورة والحماس اللي كنا عايشينه بال 2011 رح يحس بالشيء اللي عم نحكيه هلا، لأنه ما في أي إنسان حر بتمسك بمبدأ الثورة لحد الآن. مستحيل إنه يمرق هذا اليوم وعين تذكر كل لحظة مرت علينا من 9 سنين لهلا، سواء كانت لحظة فرح أو ألم أو أي كانت، مستحيل ما يتذكرها. بس يقين بدي إياك بموضوعية، يعني في ناس كثيرة عم تقول إنه يا ريتها ما كانت، يا ريتها ما قامت. في هذا الصوت بالشارع اليوم بالداخل؟ بعد 9 سنوات احنا يعني بالنهايه احنا بني ادمين، احنا بشر، ما في انسان الا بيخطا، ما في انسان الا ما بيضعف. فما بالك في شعب قاوم دول كبرى، شعب عم بيقاوم مؤامره قويه فقط لانه بحقه بالحياه والحريه. اكيد في لحظات صعبه، لكن يعني كلياتنا على ثقه انه وقت اللي بيكون في جد بالموضوع، مجمل الناس وغالبيه الناس اللي في مناطق هني ما زالوا ما كانوا صامدين، وقال لغاية هيك كنا شفناهم يعني قدروا يروحوا على مناطق سيطرة النظام، قدروا يطلعوا، قدروا يهاجروا طرق غير شرعية، لكن في منافذ، يعني اللي بده يطلع من المناطق السيطرة بيقدر يطلع، إنما اللي بقيان لحد هلا كنا على خطا، وهو عند مبدأ الثورة السورية. ديما المرأة السورية في هاي الثورة في هاي السنوات يمكن دفعت ثمن أكبر من الثمن اللي دفعه الرجل، يعني قامت بكل الأدوار ويعني مورس عليها ما مورس على الرجل يمكن أيضا بأضعاف. أنت كشابة سورية اليوم نظرتك للثورة، نظرتك لدور المرأة بهذه الثورة؟
يعني نظرتي لدور المرأة طبعاً يعني كان لها دور كبير وضحت بكل شيء. ما في واحدة من بيناتنا لما كانت تطلع على لتنظيم أي اجتماع سري بأيام أول الثورة أو لأنه تأخذ معها مواضيع القصص الإغاثة ولا تطلع على المظاهرات. وبالمظاهرات ما كانت يعني السيدات ترضى أن تكون واقفة وراء، كانت يعني انه خلص نحن بدنا بالصف الاول، تلاقيهم بالصف الاول. فهي ضحت بكل شيء يعني من بدايات الثوره لحد اللحظه لهلا عم تشتغل وتعمل لحتى تثبت وجودها وتخلي العالم كله يشوفوا انه المراه السوريه ما انا مرأة عادية، هي مرأة قوية جدا وقادرة على انها تعمل المعجزات قدام الكل. بس المشكلة انه نحن عنا تم تهميشها من طرف المعارضة، المجتمع جار عليها بحكم يعني مثلا عندنا المعتقلات وهن المعتقلات كتار، يعني المجتمع ما وقف معاها بشكل كبير مثل ما أي سيدة يعني الموضوع. صار بعض القصص مع بعض المعتقلات يلي طلعوا من سجون النظام أهليهم ما وقفوا معاهم. إذا كانت متزوجة زوجها طلقها وتركها يعني هيك وحيدة، ما حدا اطلع عليهم بعد ما طلعوا مثلا يعني من سوريا لبرا البلد. فكان في إهمال شوي بالنسبة لهم للمعتقلات. بس أنت كصبية اليوم يعني لما تمرق الثورة أو لما تكون في تجمعات للثورة عم نشوف نسبة النساء يعني جدا قلت ضعفت، عندك فكرة يعني شو اللي دفع النساء شو يصير عندها نقص؟ مو دفع النساء ليكون عندها نقص، هون بقى بتجي يعني هي التجمعات اللي عم تصير عم تكون هي دائما دوائر معينة، ما عم يكون في تجديد يعني لناس جديدة يجوا عليها. في ناس محددة هي المسيطرة على المشهد. فهي هون قاعدة وهون قاعدة وهون قاعدة وهون قاعدة. فلهيك يعني أنا مثلا من جديد لفتت لبعض القصص اللي هي نشاطات نسائية. إنه قبل سابقا رغم كل الشغل وهي يا دوب قدرة مثلا بنشاطات معينة قليلة اللي كان يدخلوا من الأشخاص الجداد. يعني هاي عم تكون أحيانا حكر لبعض الأشخاص وهي مشكلة عنا يعني بشكل عام. كان بدك تصوبي لديما أنت بدك تقولي إنه الثورة ممكن أعطت شيء للمرأة السورية. تماما يعني. هلا هي فقدت أكيد هذا موضوع ما في اثنين بيختلفوا فيه. قد ما فقدت النساء داخل الثورة السورية وبسنين الثورة السورية هي كسبت بالمقابل. يعني صوت اللي كسبته النساء حاليا والتغيير الحاصل السريع داخل بالأخص المناطق المحررة. يعني نحن شفنا حركة التهجير القسرية اللي صارت وجمعت عدة محافظات بمنطقة واحدة، كل نظرة مختلفة عن الأخرى اجتمعت وأخذت حل وسط. صارت النساء عندها حركة أكثر. كانت قديما ببعض المناطق يمكن النساء ما بتقدر تقول مرحبا للجار، هلا ما عدنا شفنا هي. صارت النساء تطلع تتعلم تعمل كورسات تشارك بالحوارات السياسية، تطلع بالبثوث التلفزيونية تشارك برأيها حتى لو على مستوى التعليقات الصوتية. كانت حتى هذا الأمر ما فيها تشارك فيه. يعني بتذكر أيام فترة دراستنا بالجامعة نحفى على وحدة تيجي تحكي كلمة ما ترضى، يعني منعجز إعجاز أنه بدنا حلقة بحث بدنا صوت منك بدنا كذا، ما يرضوا يحكوا مثلا. هلا انت لما تيجي تشتغل مثلا اي برنامج او اي حلقه وبدك اصوات نسائيه هن يجوا يتبرعوا، انا بدي احكي انا بدي اعبر عن رايي. بالمقابل قد ما خسرت المراه السوريه هي كسبت بالمقابل اثبات صوتها. يعني الصوت اللي كان مغيب فعليا وما زال مغيب على فكره بمناطق نظام الاسد لانه وجودهم شكلي. حتى الوجوه النسائيه اللي موجوده بمناطق الثوره وجودها بتلاقيه انه فعلي طبعا ومؤثر أكثر بكثير من ما كانت موجودة بمناطق النظام. في بثينة شعبان بمناطق النظام. طيب يقين استمعتي لهذه الجزئية اللي خاصة بدور المرأة بالثورة، بنشاط المرأة، بما وصلت إليه المرأة اليوم، بما أعطته المرأة للثورة وبما أخذته من الثورة. أنت أيضا كصبية عايشة بمناطق المحررة الآن في إدلب، كيف تقيم اليوم دور المرأة؟ هلا انا مع زميلاتي اللي حكوا انه في احيانا بالفعل بتكون نشاطات بتكون حكرا على نساء معينات، لكن فعلي انه النشاط اللي عم نشوفه حاليا من النساء بشتى جوانب الحياه سواء كانت الاجتماعيه الثقافيه
الثقافية التعليمية التربوية أي جانب من الحياة عنا هو شيء عظيم جدا. إذا ما قارنا طبعا بالأسباب اللي عم تدفع المرأة اللي موجودة بالمناطق المحررة أنه هي تجلس بمنزلها، نحن بدنا نكون واقعيين شوي، يعني ما في أي امرأة إلا بتحب تكون لها شخصية، بتحب تثبت ذاتها بالمجتمع، لأنه هذا الشيء بيعبر عن يعني عن قوتها ذاتيا داخليا. فبدي احكي شوي بس نقطه صغيره عن الاسباب يعني عم بتخلي يكون دور النساء مقصر شوي على بعض. نحن حاليا بالشكل السوري المحرر يمكن نصف المجتمع النساء هي معيله للعائلات الموجوده عندنا. فالامراه ما بس عم تكون ناسحه، ما بس عم تكون مهجره، لا هي عم تاخذ دور الاب ودور الام، هي عم تاخذ دور الصديق والاخ والاخت. المراه السوريه ببيتها هي كل شيء. ففي نساء هن جدا قادرات على العمل، قادرين يبدعوا باي مجال فيه، لكن في اسباب عم بتطيبهم يعني ما عم ياخذوا فرصتهم يقين بشكل كافي يسمح لهم بانه يقدموا ما يستطيعوا. ممكن ما عم ياخذوا فرصه من المجتمع المحيط، لكن بنفس الوقت في اسباب اللي بالفعل عم تمنعهم، لانه في اسباب يعني في نساء عن اطفال يعني الشيء الاول في حياتهم، فما عندهم ساعتين كرمال عملهم يتخلوا عن اطفالهم، مثلا هي احدى الثغرات ممكن تواجهها اي امراه، لكن قررت تتوضا عنا والاوضاع الامنيه مستقره. فانا بشوف لا السوريه اللي خاصه اخذت دور كثير كبير وقدرت تسجد كما كانت مكتفي، قدرت تسجد جلالها، قدرت تنتج تكبر شيء كثير. طيب انا يعني في شويه رداءه بالصوت، واحنا عارفين الظروف اللي بالمناطق المحرره، نحاول ايضا نصلحها شوي مع الشباب الزملاء بالجاليري. ينضم الينا ايضا الان الاستاذ محمد ولي. محمد مساء الخير ليك. مساء النور. محمد انت كنت من الشباب السوريين الكرد، وكنت يعني ناشط في التنسيقيات، طبعا انت من عموده، اليوم انت كسوري كردي، طبعا انت مهجر من سوريا، تقيم الان في تركيا، شو تستذكر من هذه الثوره، وشو طموحاتكم اللي ما زلتوا تؤمنوا فيها اليوم في هذه الثوره؟ تحيه لك استاذ عمر ولضيوفك الكرام. البدايه حاب اترحم على شهداء الثوره السوريه الحرية، كل الحرية، المعتقلين والمغيبين في السجون أسد. طبعاً بعد 9 سنين من عمر الثورة السورية، كان في المرحلة الأولى من عمر الثورة بالسنتين الأولانيات كان الشباب الكردي جاهز ومستعد لأنه يفرض بقوة وفعالية مع بقية المكونات، بقية الشباب في عموم سوريا، كونه كان عنده تجربة في 2004 الانتفاضة الكردية في قامش في وجه هذا النظام القمعي. كان عندنا تصورات عن توجهات النظام، عن سياسات النظام، لكن التحديات اللي ظهرت بعدين مع ظهور التنظيمات العابرة للحدود اللي هي تعبر عن ايديولوجيات مختلفة لتنظيمات لها ارتباطات خارج حدود سوريا، بالتحديد داعش، الحككة، النصرة، القاعدة، كل الميليشيات الإيرانية اللي جلب النظام، الفكر الطائفي، الفكر القومي اللي كان حد كبير قدام الشباب في كل سوريا وبالاخص الشباب الكردي السوري. هلا نحن الشباب الكرد كان عندنا تحدي كبير، هو انه في عندنا ظلم مركب كوننا كسوريين وكوننا ككرد. وكان النظام واضح انه هو بيشتغل على سياسه فرق تسد، واي خطوه بيتخطاها الشباب الكردي كانت كلها مدروسه انه ما تنفهم من قبل الشباب السوري من بقيه المكونات، انه نحن عم نحاول نتجاوز امور معينه هي كان النظام ممكن بيعملها شروخات، وبعدين صارت الشروخات نتيجه التدخلات الاقليميه والدوليه، ويعني نجح النظام نوع ما انه يعمل الشرخ بين الشباب. او بستذكر اول قصه صارت كان هو تحدي بارز يعني، بس نحن هون يعني محمد نستذكر كلنا انه لما عموده كانت تهتف لدير الزور، دير الزور تهتف لعمودة، القرية مدينة سلطان باشا الأطرش برمزيتها الوطنية تهتف لعمودة في أفراحها في تجمعاتها. اليوم هذا الشرخ اللي تتكلم عنه، أنتوا شو دوركم كشباب في هذه المنطقة مع الشباب السوري من بقية المناطق على أنه تحدوا من هذا الشرخ، تحاولوا تبنوا جسور تواصل بينكم وبين باقي الشباب السوري لحتى يعني تفوتوا هاي الفرصة على النظام وعلى أذيال النظام في سوريا؟
هو الشيء اللي ذكرته بالتحديد كنت حابب احكي فيه هو انه اول حاله اعتقال للشباب اكراد وسياسيين اكراد كانت في احد سجون القامشلي. كان احد التحقيقات معهم النظام يقول انه شو لكم بهاي الثوره، هاي العرب راح يقضوا عليكم، راح يعملوكم انفصاليين، وراح يحطوكم في الزنازين وهيك، يعني انه بس ان تصدروا السلطه. ونفس الوقت نحن كان لنا تواصل مع الشباب في بقيه المناطق، سواء في الحسكه في الغويران او في دير الزور او في دمشق، بمناطق بدومه بداريه حتى بحوران وحمص. كانت عباراتنا، كان شعاراتنا اللي هي بتحمل شعارات الثوره وكالتزام من التزام اخلاقي من الشباب الكردي، انه نحن ما بنعبر عن حالنا ان شيء مغاير للشباب بعموم سوريا، لا، نحن مشتركين مع الشباب بالطموحات والتطلعات حتى شاركنا بهذه الثورة. فكانت شعاراتنا هي تعبر أنه نحن نقطع الطريق قدام النظام، حتى أنه شعاراتنا هي شعارات وطنية وهي تعبر عن طموحنا وتطلعاتنا. نحن فعلاً بيجمعنا وطن اسمه سوريا، بيجمعنا، لازم يجمعنا دستور جديد. هو دستور محمد هذا الخطاب اللي تتكلم كلنا. هذا الخطاب اللي تتكلم أنت فيه حضرتك فيه، كم حجمه بالشارع السوري الكردي؟ هلا في بدايات المرحله الاولى بسنتين والسنوات اتكلم عن اليوم بدرجه كبيره كانت موجوده، لكن اليوم. بعد التدخلات اللي صارت والميليشيات والتنظيمات وخاصه الصراعات والحروب بالوكاله والاخطاء الجسيمه اللي مورست باسم الثوره تجاه المكونات، مش بس الاكراد يعني، صار هذا الخطاب يعني هو خف الصوت، لكن موجود بقوه. ليش؟ يعني هو انه في سلطه امر واقع حاليا، هي سلطه التنظيم، هو اصلا بيمثل تحدي كبير، مو بس قدام السوريين، قدام الكرد انفسهم، انه هن النظام وحتى الاطراف اللي كانت متوغله في الشان السوري حابه تربط مصير الشعب الكردي وقضيه الشعب الكردي العادله اللي هي جزء من القضيه الوطنيه السوريه، تربطها بهذا التنظيم. طيب. لهيك عم شوف انه هن هدول اللي اصحاب السلطه والقوه اللي بيمثلوا، انه هن مفترض انه يمثلوا الاكراد، لانه ما بالاصل يمثلوا تطلعات حزب هو خارج حدود سوريا بالتحديد. لهيك هذا الصوت هو يبدو غائب، لكنه صوت قوي موجود. الاخطاء اللي صارت هي ثغرات، هي فجوات ممكن ردمها. طيب. وهذا مطلوب من الشباب السوري بالتحديد، انه نحن نرجع ثقه بانفسنا ونبني جسور السلام بيناتنا، نبني جسور التعرف. طيب. على الآخر. محمد. نبني قضايا عادلة بين بعض لحتى نحلها. نعم، محمد ولي أحد شباب الحراك الثوري السوري في يعني من مدينة عمودة، لكنه كان معنا من ديار بكر. شكرا جزيلا لهذه المداخلة. يوسف، استكمالا لما قاله محمد، استطاع النظام وكثير حتى من المجموعات اللي قسم منها متلحف بالثورة أصلاً، يعني أنه يبنوا خطاب إيديولوجي، خطاب تفرقي، خطاب ما جمع السوريين، لكن الشباب في بداية الثورة كان لافت أنه هم يعني كانوا متفوقين على الأكبر منهم، الأجيال اللي مارست السياسة أو مارست المعارضة على طول سنوات، وقدروا يأسسوا خطاب شبابي جامع من عمودة للقرية زي ما حكينا. اليوم كيف قادرين يعني نرجع هاي اللحمة أو نقويها أو نرسخها ونفوت الفرصة على هذا الشرخ الاجتماعي والطائفي والإثني اللي حصل للأسف خلال السنوات الماضية؟ للأسف هو أنه المعارضة اللي كانت موجودة أو شخصيات المعارضة للنظام قبل الثورة، بدل أن تعزز الخطاب الوطني للشباب السوري اللي خرج بالثورة، أدت إلى سحب هذا الخطاب إلى خطاب فئوي أو حزبي أو إيديولوجي. يعني نحن، أنا مثلا كشاب عندما انطلقت الثورة ما كنت عندي أي معلومات عن الأحزاب، وما بتهمني وما بيهمني كثير هي التفاصيل اليوم اللي احنا واقعين فيها من سنوات إلى الآن، موضوع علماني وإسلام ما كان يهمني هي التفاصيل. كانت بتهمني هي ثورة حرية وكرامة، نبني وطن حضاري ديمقراطي مثله مثل أي، احنا كشاب بيحلم أنه الوطن بالنسبة لي هو بيتي، يعني فبحلم يكون بيتي مثل المواطن الموجود باليابان. إنسان متحضر، عنده قيم، عنده مبادئ، عنده دولة تحميه، دولة بترتقي فيه، عنده يعني إنسان أكيد بيشوف حاله غير أي دولة تانية فقيرة أو جاهلة. فكنا نحن بوضع سوري كان مخجل يعني قبل الثورة بالنسبة للنظام، كان عم يعطي صورة عن السوريين أنه هن ناس سرسرية فاسدين شبيحة. هي الصورة اللي رسمها النظام، نظام الأسد في لبنان، في المناطق اللي تدخلها. فنحن كانت أول يعني خلينا نقول طموح عنا هو الانتقال من حالة الشبيحة
شبيحة الأسد اللي كانت هي راسمة بالمنطقة، هي الصورة السيئة والفاسدة، إلى صورة يعني يحتذى بها في المنطقة. للأسف المعارضة اللي قلت لك إن اللي أنا بالنسبة لي ما في بيني وبينهم أي مشكلة، يعني أحترم كل الأحزاب وكل الهيئات، ولكن بدل أن يعززوا الخطاب الوطني بالعكس تم إلغاء هذا الخطاب ودخلنا بصراع أحزاب قوى وتيارات. وأنا أنا مع أنه من الثورة إلى الآن ما فهمتهم ولا فهمت شو بدهم، يعني وتخيل كتير مش كان دورهم سلبي. أكيد دورهم سلبي، مع هذا الدور يمارس في دولة مستقرة ما عنا الوضع اللي احنا الراهن اللي كان. طيب ديما تتفقي أنت مع يوسف أنه الإيديولوجيا يعني أساءت إلى الثورة وهمشت كثير فئات بالثورة كان دورها سلبي؟ هلا هذا الشيء طبيعي يعني انه يصير بسوريا بحكم انه نحن كنا قبل معنا غير حزب واحد نظام واحد 50 سنه ما عنا اي شيء ثاني، عنا بس 3 صحف، يعني عايشين على هذا الروتين. فهذا هي القصص اللي طلعت بعدين، التفرقة والإيديولوجيات والقوميات يعني كل حدا راح بتوجه، شيء راح للتطرف اليساري وشيء راح للتطرف اليميني. فهذا كتير طبيعي أنه يصير بعد 9 سنين من الثورة، وطبيعي كتير أنه توصل الأمور لهي الدرجة، لأن احنا كنا ضحلين سياسيا، ضحلين بموضوع المجتمع المدني، ما عنا بهذا الموضوع أي خبرة. يعني أنا بشوفه هاي من المفرزات تبع الثورة، يعني أنه والله وصلنا لهي المرحلة، هي بعد فترة أنه ممكن هذا كلياته بيتصلح. فهذا كلياته يعني بده يمشي على الطريق الصحيح، بس انه هي المخلفات طبيعي انه توصل لهون. انا بخالفه انه احنا ما كنا ضحلين سياسيا ابدا كثوره، بالعكس لو رجعنا مش كثوره كشباب قبل الثورة سوري، يعني كشعب لو رجعنا للشعارات لا بس ما كان عندنا احزاب نحن، وما كان عندنا حزب الشيوعي، كان في اوكي بس هي كانت وما كانت عامله، ما كانت مفعله. شوف شعاراتنا بهذه الثوره، يعني إذا في شعارات أوعى من هيك أتخيل بالثورات بالتاريخ. بس ما كان في تنظيم لهذا العمل. لا كان تنظيم بالعكس، لما بلش الثورة طلعت من الشباب، لكن للأسف يلي ترأسها هم الكهول. أنا هيك دايما أقول والكل يعاندني فيها أنه أنتوا لسه صغار ما بتفهموا. طيب نحن ما بنفهم وابنا بثورة أنتوا كنتوا ساكتين عنها سنين، خليتوا حافظ الأسد يحكم بسوريا 30 سنة من دون ما حدا يجي يحكي، وجايين تقولوا لنا أنتوا أولاد صغار جايين تطلعوا بثورة. المشكلة التقزيم، لما يجي السياسي اللي المفروض هو مخضرم ومن سنين وعانى وانسجن وتابع بكتير أمور وطلع خارج سوريا، لما شاف الثورة السورية شافها يعني فرصة مناسبة إله أنه ينطلق فيها، لكن ما كانت إله، هي كانت للشباب يلي طلعوا فيها ويلي ماتوا فيها ويلي قاتلوا فيها ويلي دافعوا فيها. لكن تقزيم دور الشباب، سرقت الثورة تعتقد راما؟ سرقت من الشباب تماما. يعني هلا إذا بتشوف بنسبة كتير مازال كبيرة، مازال هذا التقزيم للشباب مستمر، مازال هذا التقزيم مهما عم يحاولوا يدخلوا عصب جديد للتشكيلات الثورية اللي موجودة حاليا، فهي يطغى عليها الكهول إلى الآن، يطغى عليها الكهول بأروقة السياسة الحالية اللي موجودة، بالرغم من أنه جميع الأوجه اللي موجودة. أنا ما بعرض أنه من جهة أنه قزم من دور هدول الأشخاص، ممكن هم سياسيا مثقفين، هن عندهم معرفة، دكاترة جامعات وأساتذة وكل هاي شغلات، لكن هذا ما بينفي أنه الشباب واعي، الشباب اللي طلع بالثورة وعرف ينظم وعمل تنسيقيات ونادى ضد نظام، كنا ما بنسترجي بيننا وبين حالنا نجيب سيرته. هي لحالها وحد سوريا كلياتها، 80% من سوريا لغاية قبل التدخل الروسي ب 2015 كانت للمعارضة، دخلت السياسة ودخلت روسيا خربت على الطرفين. ففقد الشباب ثورة بلشوا فيها، ما حقول خسروها للنهاية، لأنه إلى الآن في عالم وشباب ثابتين على مبدأ الثورة والدليل الصوت. رح نجي على هذا كله بالجزء الثاني، بس خلينا نروح ليقين. يقين، أنتوا اليوم بالداخل نبض الشارع اللي بالداخل يعني يتفق مع أي من الرؤية اللي حكوها الضيوف هون؟ وهل تعتقدوا أنه اليوم يعني الشباب بالداخل أيضا مهمش، أم الشباب صار يأخذ مساحته بالداخل، صار قادر أنه يأثر بقرار الثورة سواء السياسي سواء الخدمي المدني إلى آخره؟ هلا نحن رح ناخذ دورنا كسيف ذو حدين بصراحه. التحجيم ما بس عم بيكون لدور الشباب، التحجيم عم بيكون لاي شخص عم بيحاول يقدم شيء للثوره السوريه. هذا الحكي مو جديد،
بالعكس ممكن هلا يزيد ممكن ينقص، لكن وجود الخوف هو ذريعة دائما بتكون موجودة لدى الآباء لدى الأمهات، انه انتم حتى بعد يعني انه نحن تركناكم تجربوا، لا انه منيه كمان انه انتم جربتوا حظكم، انه انتم طلعتوا وعشتوا الحماس الثوري اللي كان جواتكم، لكن فرجونا النتيجة اللي طلعتوا فيها. في دور كبير للشباب، لكن للأسف ما زال جزء كبير من الناس المسيطرين اللي عندهم خلينا نقول عقلية رجعية، يعني في دائما أنه نحن أدرى منكم الأكبر منكم بيوم أعلم منكم بسنة، هاي المقولات اللي هي رناني ما زالت لهلأ هي بتحد من دور الشخص ذاته. يعني أنا وقت اللي بدي أجي أسمع حدا عم بيقول لي لا في أحسن منك في أكبر منك في أدرى منك، هو موجود هون بدل مو انتقاص من قيمة حدا أو من قيمة عمل أي شخص عم بيقدم شيء للثورة السورية، هو أكيد عم بيحط بصمة بالمكان اللي هو فيه، لكن بتمنى أنه ما نضل على منهج أنه التخوين، نضل على منهج المزاودة أنه لا أنتم شباب ونحن أكبر منكم، كل واحد فينا قادر، حتى الطفل الصغير هو قادر يقدم شيء لثورتنا. فبتمنى أنه نحن نضل آخذين دورنا بشكل فعلي. في للأسف أنا ما بدنا كمان يظهر تجمعات يقولوا والله الشباب طلعوا فيها ونكون شكليين، يعني نحن ما رح نحط بالواجهة بس أنه أنتم موجودين معنا لكن ما لكم أي دور، وهذا الشيء عم نعيشه. يعني هلأ في كتير لنفترض منظمات من المجتمع المدني، في كتير حركات سياسية، في كتير أحزاب تكتلات عم بتصير بيقولوا لك أنه الشباب لازم يكون لهم دور كبير، لازم يكونوا موجودين بكثرة، لكن ما عم نشوف الدور الفعلي الرئيسي إلا ببعض الأحيان. طيب يقين، خلينا نطلع فاصل وبالجزء الثاني رح نجي يعني نتوسع بهذه الجزئية، بجزئية دور الشباب وكيف يمكن يستعيدوا دورهم. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا. كان الشباب وما زالوا عماد الثورة في سوريا وعماد أي مستقبل قادم، هم من أطلقوا شرارة الثورة وهم من نظموا حراك الجموع في الشارع، وهم من دفعوا قبل غيرهم ضريبة الاعتقال والتغييب سواء من نظام الأسد أو من قوى فرضت هيمنتها على المشهد في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. عن الشباب ودورهم في الثورة والحراك الثوري نتابع هذا التقرير. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. في سوريا أثبت الشباب مقولة الشاعر إيليا أبو ماضي، فكسر حاجز الصمت قبل 9 سنوات كان معجزة تحققت بإرادة الشباب وعنفوانهم. الثورة التي أطلقها الشباب وكانوا شعلتها ووقودها مرت بمنعطفات كثيرة، يرى كثيرون أن السياسة ورجالاتها وتدخلات الدول ومصالحها كانت وراءها. نظم الشباب شكل الحراك ومظاهراته وهتافاته ونشاطه المدني، حتى كان كثير من الناشطين الشباب هدفاً للنظام وميليشياته نتيجة دوره في سلمية الثورة وبياض صورتها، على عكس ما يروج إعلام النظام. من أنس شغري وغياث مطر وباسل إشحادة إلى رزان زيتونة ورفاقها وعبود حداد ورفاقه الذين تم تغييبهم من قوى ظلامية، والقائمة تطول وتطول لممارسات شتى لتحييد الشباب ودورهم. وعلى الصعيد السياسي كان وجود الشباب خجولا في التشكيلات المتعاقبة على تمثيل الثورة، من المجلس الوطني إلى الائتلاف إلى هيئة التفاوض، على الرغم من جهود الشباب ودوره الفعال في تشكيل هيئات داعمة للحراك أبرزها التنسيقيات وما تلاها. فكيف ينظر الشباب اليوم إلى الثورة وما خطواتهم المستقبلية بعد تعثر الكثير من خطواتها؟ ديما لافت انه ببدايه الثوره بدايه الحراك الشباب كان عنده قدره على التنظيم وقدره على الاداره وكانوا هم يعني يتزعموا الصفوف. اليوم هذا الامر ما عاد زي اول، بيؤخذ عليكم انتم الشباب انه ما قدرتوا تنظموا حالكم، ما قدرتوا تشكلوا جسم، تشكلوا تجمع، تشكلوا يعني اي شيء سموه لحتى يعبر عنكم، لحتى ينقل طموحاتكم، ينقل قراراتكم، ينقل رأيكم بهذا الثورة ويخليكم محافظين على هاي الشعلة اللي أنتوا كنتوا يعني
أول من أشعلها، ليش؟ هلا صارت هي المحاولات لأنه يتم أنه تنظيم أحزاب أو تجمعات للشباب وكذا، لكن يعني باءت بالفشل بسبب أنه نحن ما لنا على أرضنا. هاي أولا. ثانيا يعني نحن بغربة، فأنت دوبك تلحق بيتك، دوبك تلحق نشاطك، دوبك هاي القصص كلها تتراكمت ورا بعضها، عدا عن أنه ما حدا دعمك. وإذا بيجي بحدا بدعمك ممكن لشهر شهرين ثلاثة، بعدين بينسحب أنه وقف التمويل أو ما عاد بده يدعم لسبب ما، لأنه تغير التوجه. ممكن أنت ويات تختلفوا على موضوع التوجه والأسس اللي بتكون تشتغلوا عليها. يعني هو مثلا كان يساري صار يميني، تعرف آخر فترة كله بلش يتغير من هاي الناحية. فهذا الموضوع هو له دور كبير، يعني حتى أنه لحد اللحظة ما قدراني ننظم بعض، بس يعني في روح تلاقي في مجموعات عم تشتغل بين بعضها. صحيح ما أنا عاملة هذا التكتل أو تحت اسم أو أي شيء، هي مؤثرة بشكل كبير. يعني نحن باسطنبول ما في، يعني من زمان لما بندعي لأي مظاهرة أو أي نشاط بيجي أعداد منيحة. يعني نحن ما لنا تحت أي اسم، لكن مجموعة شباب أنه لسه قلبنا على البلد وقلبنا على الثورة. قصدي ليست كتلة مؤثرة بحيث أنه قادرة تأثر بالقرار السياسي، قرار السياسي لا، أو بالقرار العسكري أو حتى بالقرار الخدمي في مناطق عديدة لسبب وجيه. بظن أنه أصلاً كثرة التكتلات اللي موجودة صارت تخلي العالم تتراجع عن هالموضوع، تنفر، تخاف. لسبب إضافي كمان، مسألة التخوين. أي تجمع أو جسم يبدأ حدا بإنشائه، نعم، تجي الأطراف الثانية بتخوين، أنت مين؟ مين حطك؟ مين جابك؟ لما تقولوا أطراف ثانية تقولوا أطراف يعني بالمعارضة. تماماً، صح؟ تماماً. ممكن أطرافه من النظام يعني تلاقيهم. هلأ هون للأمانة في تغلغل إلون بداخل إسطنبول، فممكن هن يكونوا سبب المشاكل أو يبلشوا فيها. يعني أنت عم تحكي عن تكتل على مستوى إنشاء مجسم لجالية سورية موجودة هون، نحن 4 مليون إنسان تقريباً موجودين بتركيا، ما قدرنا نعمل جالية لأنه كل ما حدا حاول يأسس مجلس لهي الجالية تطلع أصوات لتخوين. أنتم مين؟ مين حطكم؟ طيب يا جماعة نحن بلشنا، تعوا أنتم بفكرة وبلشوا فيها، ما رح نخوينكم، ليش عم تجوا تخونونا؟ انتخبوا، مارسوا حقكم الانتخابي. لما بتبلش الدعوة للممارسة الديمقراطية للانتخابات ما حدا بيجي، لكن شاطر هو يعني وقاعد وراء الكمبيوتر وراء الموبايل يخون برياحة. هاي المستفيد الأكبر منها النظام طبعا. طبعا هي صارت تصير دائما محاولات للشباب لحتى يجمعوا جهودهم. بتذكر أنا كان في مثلا بال2013 2014 كان كتنسيقيات كنا بسوريا في شيء يجمعنا يعني كجسم، بس صراحة كنا دائما نعاني من مشكلة. أي تجمع أو أي جسم بيحتاج مثلا ل خلينا نقول يسند ظهره على شيء يعني يعني هو كيف بده يوقف؟ يعني مثلا كنا احنا باتحاد تنسيقيات الثوره استمرنا لفتره معينه، مشكله دائما احنا نفتقر الى الادوات. يعني مثلا انت بتستمر بدك شيء من الدعم، موضوع استجلاب الدعم كان لاستمرار الثوره. هون بلش، هون من هذا المكان بتبلش المشاكل، بلش حاله الانقسام ربما احيانا حتى بيننا كشباب. احيانا ببلش يعني طبعا دعم اغلب الاحيان بيكون له غايات بينقطع بشكل مفاجئ. يعني انت بتكون بذروه، يعني احنا بتذكر الاتحاد تم ايقاف الدعم عليه بذروه نجاحه. تتكلم بالداخل ولا بالخارج؟ بالداخل، انا بحكي بسوريا. انا مستمر هذا لما طلعتوا ايضا؟ لا لا وقف، ما لك انه بذروه. قصدي بغض النظر عن الاتحاد، يعني قصدي لما هلا خرجت برا تماما، شو الادوات اللي انتم محتاجينها لحتى تفعلوا دوركم كشباب؟ انا بعتبر انه الشباب لوحدهم ما فيهم يشتغلوا. انا قلت لك انا مشكله بالبدايه هي انا كنت بالبدايه الثوره كنت متأمل بالشخصيات المعارضة، يعني ذات الخبرة. ما ظل أمل. هلا ما ظل أمل، قطعت الأمل. إلى الآن صراحة، إلى الآن متأمل بالشخصيات المعارضة اللي عندها خبرة وعندها رؤية حقيقية وطنية، عندها تواصلات جيدة. نحن ما بنقدر، المعارضة القديمة أو التقليدية خلينا نقول القديمة ما فيها لوحدها تمشي، والشباب ما فيهم لوحدهم يمشي. أنا ضد إنه نحن نقسم هدول الأطراف إلى قسمين، نفوت بمرحلة إسقاط. هم مقسومين. في نحن في احيانا حروب. يعني للاسف انه هن بيخافوا منا. وانا حاولت اتوجه، انا وقت دخلت لتركيا وقت وصلت للشمال السوري العديد منهم اما تواصلت معهم بشكل غير مباشر او حاولت التقي فيهم.
إن كان قيادات عسكرية أو سياسية. للأسف أنا لمست هذا، للأسف صراحة أنا أكبر مشكلة إنه هن بيخافوا من الشباب، وأنا كنت أقول لهم إياها إنه أنتم ما تخافوا، نحن ما حنقلب عليكم، هن بيخافوا إنه إحنا نقلب عليهم. مخافة التصدر، يعني بتحس الكل عم يدور إنه يكون هو المتصدر، المفروض اللي هن مثل ما قلت القديم تماماً. المفروض يكون هو السند والظهر، يعني أنا بحركك وأنا بعمل لك الإيديولوجيا، إذا عندك نقص بها الموضوع وأنت تصدر الشاشة. أنا كنت أقول لهم دائماً، لكن هي هي المشكلة. أنا بقول لهم دائماً ما فيني، أنا بدي أسند ظهري عمين. انا كشاب احنا دائما بيقولوا لنا حكي، خلينا نشوف يقين بالداخل، بلكي تسند ظهركم على الداخل، دائما التعويل على الداخل. يقين الحاله انت شايفتيها بالنسبه للشباب اللي بالشتات خلينا نسميها، وخارج سوريا، الشباب اللي بداخل سوريا واللي يعول عليها حقيقه واللي هم ام الصبي زي ما بيحكوا، شو المطلوب حتى تستعيدوا دوركم، حتى تشكلوا جسم، تشكلوا كتله، يكون صوتكم مؤثر في صناعه القرار الثوري اليوم؟ يعني هلا انا ابدا ما نكون مفصولين، يعني نحن ما بدنا نحط والله فئه الشباب وفئه المسنين مثلا لنفترض، لا نحن ما اساسا نحن حلقات، اذا ما تم التعاون فيما بيننا ممكن نوصل لاحسن نتيجه، بعيدا طبعا عن قصص التخوين، بعيدا عن قصص التحجيم، لانه نحن ما بس عم نحارب ذاتنا هون، يعني هلا هون اي شخص ممكن يكون موجود يحارب الثاني لغايه في نفسه لثأر ما، لكن احنا ما بس امام تخوين داخلي، احنا كمان امام حرب عم بتكون على جميع الاصعده. صحيح يقين، صحيح نحن نعرف انه في عوامل خارجيه وفي عوامل داخليه، لكن حلقه اليوم نحاول نخصصها للعوامل الداخليه اللي اثرت على انه الثوره ما انتصرت الى اليوم بعد 9 سنوات من اندلاع. إذا ما قصدت طبعا على الأسباب اللي وصلتنا لهون، أو ما أنه يكون إنا كيان موحد، هو نفس الأسباب اللي ذكروها زملائي، ما بنمتلك الأدوات الكافية، نحن كأشخاص موجودين يا دوب نحن عم نأمن على حياتنا، طبعا هذا ما مبرر أبدا، لأنه نحن كشباب ما نشتغل، في محاولات، في سعي دائم، في جهد عم يتم بذله بشكل يومي، خليني إذا ما يعني كان التعبير صحيح، في محاولات يومية، لكن الوضع الأمني بصراحة هو أكبر عائق أمامنا. نحن أمام كثير يعني كثير تكتلات تم تشكيلها، لكن بعد فترة قليلة أما يتم قصف المركز مثلاً، أو يتم استشهاد نصف الكادر اللي موجود. نحن ما عم نحكي شيء من الخيال، نحن عم نحكي بنعرف المجازر اللي عم بتصير عنا. فصار في إحباط، فصار في إن عنا نوع أنه ليش نحن عم نشتغل رغم كل الأمل الموجود فينا والقوة والصمود اللي نحن ممكن نكون عايشينه، لكن دائما في بضل نقطة ضعف عم بتكون موجودة عنا، أنه نحن كل شيء عم نبني خلال ثانية، يعني اللي بنبنيه بسنين أو بسنة خلال ثانية عم بيروح. يقين أنتوا بالداخل أو يعني الكتلة البشرية اللي حاضنت الثورة على الأقل في الشمال السوري بالداخل، بتشوفوا لسه يعني سريرة الثورة الأولى في أي تجمع، في أي جسم من أجسام المعارضة سواء السياسية أو الخدمية، لسه عم تشوفوا الثورة بأي تجمع من هذه التجمعات؟ للأسف ما بظن لحد الآن في جسم قادر أن يكون ثابت على مبادئ الثورة الأولى، على أهداف الثورة الأولى، يمكن بسبب يعني الغزو اللي صار علينا من كل الجهات سواء كان ثقافي وسياسي وغيره، يمكن بسبب الألم والتدمير والتهجير اللي صار فينا وصار محيط الموت فينا من كل الجهات، هي أسباب عم بتخلينا أنه دائما نحط بموقف أنه ما نأذاني نتقدم خطوة للأمام، بالعكس عم نرجع للوراء للأسف، لكن في موقف تاني نحن عم جد قادرين أنه نكون مثبتين جدارة كثير كبيرة، وهذا الشيء شفناه مو بس بالشباب الداخل السوري، إنما في كثير شباب بالدول الأوروبية وبالدول بشكل عام قدروا يثبتوا أنه الشاب السوري وين من كان بيقدر ينجز إذا توفرت له الأدوات اللازمة والجو المحيط والبيئة اللي ممكن تخليه ينجح بالشيء اللي هو عنده موهبة فيه. راما، اللي بالداخل نتفهم ظروفهم وهي ظروف يعني أكثر من صعبة، اللي بالخارج اليوم كشباب يعني شو محتاجين حتى تطوروا هذا الدور، حتى تفعلوا هذا الدور، حتى تسحبوا البساط من اللي ركبوا على الثورة زي ما حكيتوا كلكم؟ هلا بالبداية في شغلة ممكن الكل ملاحظة ومنتبه عليها، نحن هون البوتقة تبع العمل سحقت الكل، يعني حتى اللي بده يشارك بشيء ثوري ما بيقدر يطلع لأنه فترة عمله طويلة، في عالم عم تشتغل بالمعامل وما عم بحكي عن ناس مثلا جاية من دون تعليم أو لا، في ناس دكاترة ومهندسين ومحامين وغيره 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 عم يشتغلوا بالمعامل 12 ساعة لحتى يقدر يعيش هو وعيلته كريم، بيدفع أجار وفواتير وأكل وشرب فقط لا أكثر ولا أقل. هذا الشخص انسحق ببوتقة العمل هون، ما عاد قادر على العطاء المجتمعي أكثر،
فإذا ركزنا فقط على العالم اللي عندها أريحية بهالموضوع واستغلينا فرصة أنهم مرتاحين مثلا ماديا، مرتاحين فكريا، عندهم القدرة على إنشاء جسم ما بدي أقول سياسي لكن ممكن يكون مجتمعي أكثر، قادر على جمع الشباب بهي الناحية والتواصل أيضا. يعني نحن مثلا كسوريين مقيمين بتركيا في مشاكل كتير ما عم نقدر نحلها مع الحكومة التركية، عم نستنى لحتى يجي مثلا منبر الجمعيات مشكور ساعد كذا مرة ببعض الأمور، فلان من الناس ساعد كذا مرة، لكن ما أنا مسألة جمعية ممكن يعتمدوا عليها العمل السوريين. الجماعي للأسف غائب يعني. طيب أنا أدعوكم أنه يعني نرحب بشاب فرنسي مؤيد للثورة السورية، تعرف على الثورة السورية وأصبح من أشد المؤيدين لها وأصبح يعني سفيرها في المجتمع الغربي والأوروبي. انضم لنا عبر السكايب صلاح مارشال، شاب فرنسي من مؤيدي الثورة السورية. أهلا وسهلا بك صلاح. تحياتي أستاذ، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا صلاح. بدي منك بعجالة تشرح لنا للمشاهدين يعني أنت كيف تعرفت على الثورة السورية؟ تحياتي أستاذ، أنا كنت بمدرسة عربية بإسطنبول فكان موجود فيها الشباب من كل بلدان العربية، ولما بلشت الثورة بتونس فرحنا كتير، ولما بلشت بمصر فرحنا أكثر، وكنا نستنى شيء من سوريا. فلما بلشت بسوريا أول أسابيع طلعنا مظاهرات، بتذكر من أول أسبوع طلعنا مظاهرات، وبعدين أنا كنت أحكي عربي بس عربي مكسر، يعني هلأ بحكي أكثر شيء سوري. بس أنت من أصول فرنسية صلاح، يعني مش مجنس فرنسي، أنت أصولك فرنسية. نعم نعم نعم, نعم أنا أصولي فرنسي. فهمت أنه والدك وجدك أيضا يعني هم مارشالات في الجيش الفرنسي. طبعا 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 كلهم فرنسيين. نعم كلهم فرنسيين. طيب بس بيعتبروني سوري مثل السوريين، يعني بيعتبروني الشباب يعني الحمد لله. ونحن نتشرف فيك يا صلاح. انا كنت احكي تركي وعربي بنفس الوقت، فشفت انه الشباب ما عندهم كثير مترجمين وما في حدا يترجم، فطوعت يعني بلشت اترجم بالبدايه مشان الجرحى واطفال ومشان صحفيين وجامعيات. فاستمرنا هيك لبداية 2013، ثم رجعت على فرنسا وبس ما تركت الثورة حتى بفرنسا يعني الحمد لله. يعني في لاجئين، في كتير لاجئين ونحاول نساعدهم بالترجمة ومشان لاقيهم شغل وبيوت ونساعدهم بالدراسة، وقمنا عنا فريق صغير يعني فمحاول نساعد قدر الإمكان. بس أنت اليوم يا صلاح لا زلت على مبادئ الثورة، يعني رغم أنك فرنسي ولست سوري، وما أنك ندمان إلى ما آلت إليه الثورة اليوم ومآمن فيها لحد اللحظة. طبعاً طبعاً ما زلنا وأبداً ما تركنا الثورة. كل فترة وفترة أحاول أنزل على تركيا على الحدود، وكل ما في جرحى أحاول أنزل مشان نساعدهم، وخاصة لما بيوصل جرحى على باريس فنحاول نساعدهم. وغير هيك أنا برأيي الثورة نجحت، لأنه الثورة أكثر شيء بالأفكار يعني، وبرأيي الثورة نجحت لأنه غير كتير 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 بالشعب السوري. أنا بدي أسألك صلاح، المجتمع الفرنسي والمجتمع الأوروبي بعجالة اليوم شو توصيفه للثورة؟ كيف يرى الثورة؟ يراها ثورة أو حرب أهلية أو تطرف وأرهاب؟ هلا صار تقريباً 10 سنوات. بالبداية أول 3 سنوات كانوا يرونها ثورة الثورة، بعدين لما إجت الجماعات الإرهابية فتغيرت شوي الموقف، ولكن بفرنسا إجا كتير ناشطين صحفيين ناشطين إعلاميين، فكل فترة وفترة بسووا معارض صور وأفلام مثل فيلم فورسما، تغير كتير 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 نظرة الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام على الثورة السورية. فبلشت من جديد يعني تغيرت التوجهات أو الفكرة عن الثورة السورية. صلاح مارشال نحن نتشرف فيك ونتشرف بكل شخص يعني مؤيد للإنسانية ومنحاز لقيم الحرية والكرامة. شكرا جزيلا لك ولموقفك اللي ما بدك شكر عليه. الشكر أيضا لكل الضيوف اللي كانوا معي بالحلقة، والوقت تعدى سريعا، وأرجو أنه أنتم تبادروا لأنه يعني تستعيدوا دوركم كشباب بالثورة. والشكر أيضا للصحفية الشجاعة يقين بيدو في الداخل، وإن شاء الله يا يقين نشوفك في أحسن الأماكن وتشتغلي بحرية في الداخل السوري. أعزائي المشاهدين كل ثورة وأنتم بخير، إلى اللقاء.